يا ماجد افكاري تشتت مع الناس واحسب حساب الثانية والدقيقة وانا على ما قيل شاعر وحساس ليا على كل المواقف وثيقة لا بأس يا وقت العنا صدق لا بأس حتى الرفيق اليوم يلعن رفيقة حتى الرفيق اليوم يلعن رفيقه هذه عجايب وقتنا بكل مقياس ما حد يقول ان الصراحة حقيقة ابوك يشكي له بهاديل وناس ويحس في راسه سوات الشقيقة لا بأس يا وقت العنا صدق لا بأس حتى الرفيق اليوم يلعن رفيقه حتى الرفيق اليوم يلعن رفيقه ما باقي إلا يلبس الدرع والطاس ويشوف الغير طريقه طريقه الله يساعدني على كتم الأنفاس لين الفرج يلمع علي بريقه لا بأس يا وقت العنا صدق لا بأس حتى الرفيق اليوم يلعن رفيقه حتى الرفيق